مرتاح. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى من محكمه الاستئناف في ملف تهامي بن لالي. اليوم اللي لاحظنا واحد الجلسه غير عاديه اللي وقعوا فيها شي حوايج غير عاديه. غنستمعوا للاستاذ كروط. استاذ كروط، الملف اليوم شفناه المره الاولى كان غادي مزيان، شنو اللي نوض هالصداع؟ واللي المحكمه اعتبرت القضيه جاهزه منذ 3 جلسات، تقدمنا بالدفوع، الزملاء سابقين كان اليوم على حسن تقدم بالدفوع، جابوا طلب كيقول له استاذ بغينا نصوروا، قال لهم واش الطلب ليا؟ تصور الملف سير الكتاب بالضبط، هذا مخصص كتاب داك تصور الملف ومحقق وراك صورتوه، والملف يروج هذه 3 سنين ونص. واش الدفاع ديال الطرف الاخر ما عندهمش؟ لا عندهم، دابا عندهم الطرف المدني، دابا الان تبين باللي ماشي الطرف المدني، هادو انا جاي لهاد النقطه، هادو تبين باللي هاد الملف ولا اصل تجاري، خصو يستمر، خصو يتاخر، خصو يتمدد، 3 سنين ونص ما كفاتهمش، لان ما حد هاد الملف عايش وما مستافدين. شكون هما؟ هذا هو السؤال، شكون هما؟ هي السيده اللي كتقول لك انا ولدي ما ماتش، السروال ماشي ديالو، الصوره جابوها لها اللي لقاو داك الشخص لقاو فؤاد مرزق، الفرملية كيد لها باللي ولدها باقي، راه جا وخرج، السروال ماشي ديالو، الصور ماشي ديالو، عاد ماشي قالت لك ماشي ديالي، وتبين باللي ماشي ديالو، وقالت لهم ماشي هادي، المحكمة قالت لك اودي مادام هاد السيدة كتقول هكا، وهاد الصورة اللي قالوا هاد السيد مات، ماشي هو، ما عندها علاقة لا صور لا كسوة لا تبان، أمرت بإجراء خبرة على الجثة، تبين جثة تاع بنت، دونك عندنا حكم قضائي، قضى بأن المحكمة عندها شك في الوفاة، ما عندهاش ما يفيد، وقطع لنا الشك باليقين بأن الجثة اللي قالوا دفنوها راه ماشي هي. ولكن مؤخرا في تصريحات أخرى خرجت كتقول هذاك ولدي. دابا هي كل مرة كتقول، راه كاين المحاضر الرسمية لما تصطح امراه وقال لها ودي ما بقاش هذاك الشيء كتقول ماشي ولدك، مزيان كتقول لهم لا انا ولدي مختطف ما ماتش، انا قلبي كيخبرني راه في القناة، عيطوا للناس صحاباته شافوه، قلنا السيد ربما فقد الذاكره، كان تشوفوا الناس 30 عام بعد مختفوا لقاوهم بعد 30 عام، قلنا ربما قالت لك دابا عاد مؤخرا شافت راسها مزيره والحكم، قال لك لا هذاك ولدي، باش ولدك مزيان اعطينا ما يفيد، واخا بغض النظر على قولها هي راه غير تقول اللي بغات، اعطيني القانون ما يفيد الوفاه، واش غنجيب لك انت نعتقل نقول لك قتلت واحد السيد تقول لي شكون هو فلان؟ اختفى ولا سافر ولا حرق ولا فينا هو؟ اعطيني باللي قتلته انايا، اعطيني بدايه حجه وتعتقلوا تخلي 3 سنين ونص. واش هذا كنعتبروا اعتقال تعسفي؟ هذا اعتقال تعسفي خارق القانون، لان علاش؟ ما عندكش ما يفيد، الدليل المحكمه اعتبراته، قالت لك اودي في حكم القضايا هو عندي هنا كتقول المحكمة ليس لها ما يفيد، ها هو الحكم، ها هو هاش كتقول المحكمة، هذا حكم قضائي باسم جلالة الملك ماشي بسميتي، حيث المحكمة خلال مناقشة قضية المطابق للعنوان التمناني تشكك في الصورة بجد تميزها برقم كذا ولحد الساعة لم تحسن في حياة ابنها، ها هي هضرت هذه، كما أن التبان الذي كانت ترتدي الجثة كبير جدا على المقياس، قالت لهم هذا مش تاع ولدي، وأن بلا لا توفر المقياس، أن رجال الوقيم الذي قال له ولدك راه جا وخرج، والصوار ها هو المطروز بخيوط بعلوان والمحيط بمعصميد، لا قالت لهم هذه ماشي ولدي، ما عنديش، هذا كلامها ثابت في حكم قضائي باش أمروا بإجراء خبرة، بمعنى أن السيد ما كاينش، ولكن علاش نعتقلوا الناس؟ 3 سنين ونص هذه أجل معقول؟ واش طلبتوا بصراحة مؤقت؟ طلبنا بعد بيان هذا طلبنا الصراح مرارا وتكرارا يتم الرفض، المشكل فين وقع؟ هو ان قاضي التحقيق اعتقلهم تسرع في الاعتقال. شنو اللي وقع اليوم؟ كان عنده 4 سنين تاع البحث، كان خصو يبحث ويثبت ويقوم بالاجراءات، هو دار انابه، رجعت الانابه اللي هي اللي فيها الدفوع، من بعد امر وضعهم بالسجن، حالهم عن جلسه بدون ما كنا وجود تا موجوده موجوداش وغيرها من الامور، وعدد من الخروقات اللي شرناها في المذكره وناقشناها المحكمه، وعندنا مذكره مفصله في هذا الموضوع، سواء من حيث الشكل والجوهر، كان خصو يخليهم في حال صراح حتى يكمل، كاين ملفات في القضاء في التحقيق في دول اللي فيها 10 سنين 15 عام تبانت الحقيقه، ماشي الاعتقال راه ما هو لا رمز النزاهه والنظافه والجديه ابدا، قد يكون حيال الاعتقال خطا ويضر بالعداله وبمصلحه المتقاضين ويرتب اضرارا خطيره للقضاء والدوله وللمعني بالامر ومحيطه. واش كملتوا الدفوعات الشكليه اليوم؟ مازال اليوم دخلنا نديروا الدفوع الشكليه عاوتاني نقدموا واحد الطلب
تاع المحضر قال له درت بالتنافي والمحضر راه كاين هذه 3 سنين ونص حنا مصورين راه موجود. لا سيدي كيغوتوا ياخذوا الكلمه بدون عيد من الرئيس كيدخلوا قلنا لهم شكون هما الا 200 يعطوني غير حتى يجيبوا لنا شهاده الوفاه. لا يغوتوا تحكموا يسيروا شي سخف شي يغوت كان غرضه مو التاخير. تاخر دابا الملف تاخر 15 يوم لان هذا الملف ما حدو كيتاخر وما هذا قلت لك بلا اصل تجاري كاين استفاده دائمه مادام هذا الملف موجود. حنا فقنا بهذا الشيء وبغينا نسرعوا بالملف ولكن للاسف هذوك الناس اللي معتقلين 3 سنين ونص دمروا صحابهم اللي كانوا يقراوا معاهم صبحوا مهندسين صبحوا مسؤولين وما راه معاد باقي في السجن خطا للاسف. شكرا لك استاذ كروت.